الساركوما العضلية المخططة رابدومايوساركوما. تعتبر الساركوما العضلية المخططة إحدى ساركومات النسج الرخوة، بل إنها أشيعها عند الأطفال. تنشأ على حساب الخلايا الميزانشيمية أو ميزانكومال سيلز، وهي خلايا غير متميزة تتطور في الحالة الطبيعية لتصبح خلايا عضلية. يتطور هذا النوع من الساركومات على حساب العضلات المخططة، وهي العضلات الهيكلية الإرادية التي نستطيع التحكم بها. يشخص سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 350 حالة عند الأطفال. أكثر من نصف هذه الحالات تشخص في أعمار أقل من 10 سنوات. وتشكل الساركوما العضلية المخططة حوالي 3% من السرطانات التي تصيب الأطفال سنوياً في الولايات المتحدة الأمريكية. يمكن للساركوما العضلية المخططة أن تحدث في أي مكان في الجسم، فتحدث في الرأس والعنق في 39% من الحالات، حيث تحدث في المناطق ما حول السحايا أي جانب الأغشية المحيطة بالدماغ وتجويف العين ومناطق أخرى، وتحدث في الجهازين البولي والتناسلي في 29% من الحالات، وتحدث في الذراعين والساقين في 15% من الحالات، وتحدث في مناطق أخرى في 17% من الحالات كالجذع وداخل الصدر والطرق الصفراوية وخلف البرتوان والحوض والمنطقة العجانية. في معظم الحالات تحدث الساركوما العضلية المخططة في مناطق تسبب أعراضاً تلاحظ بسهولة، ولذلك تشخص عادة بشكل مبكر، حيث تتظاهر عادة بكتلة صغيرة غير مؤلمة قريبة من سطح الجسم. أما في حال ظهورها في مكان مخفي فعندها تختلف الأعراض تبعاً لمكان الإصابة. قد تسبب الأورام الكبيرة ألماً في حال ضغطها على الأعصاب أو غيرها من المناطق. وفيما يلي الأعراض التي تتعلق بمنطقة الإصابة: إذا كانت الإصابة في التجويف الأنفي، تتظاهر الأعراض على شكل رعاف أو أعراض مشابهة لالتهاب الجيوب. أما إذا كانت الإصابة في الأذن، فتتظاهر الأعراض على شكل ألم أذني أو نزف أو مفرزات من مجرى السمع أو كتلة ضمن مجرى السمع. وفي حال كانت الإصابة خلف العين، فتتظاهر الأعراض على شكل تورم أو جحوظ أو حول. وفي حال كانت الإصابة في الجهازين البولي والتناسلي، فتتظاهر الأعراض على أشكال بيلة دموية أو صعوبة في التبول أو نزف مهبلي أو نمو كتلة مهبلية أو ضخامة سريعة النمو مجاورة للخصية. في حال كانت الإصابة في البطن أو الحوض، تتظاهر الأعراض على شكل ألم بطني أو إمساك أو إقياء. وفي حال كانت الإصابة في الذراع أو الساق، تتظاهر الأعراض على شكل كتلة أو تورم قد تكون مؤلمة أو غير مؤلمة. وهناك أعراض تتعلق بمكان النقائل البعيدة التي تحدث في سياق الإصابة السرطانية، فقد يشتكي الطفل من سعال مزمن أو ألم عظمي أو تورم في العقد الليمفاوية أو تعب ووهن عام أو فقد وزن. يتم وضع التشخيص بإجراء خزعة من مكان الإصابة وفحصها تحت المجهر مع إجراء التلوينات المناعية اللازمة لتأكيد التشخيص، ثم يتم إجراء تقييم كامل بوسائل التصوير الطبي المختلفة لتحديد وجود نقائل بعيدة من عدمه. قد يقوم الطبيب بإجراء خزعة لنقي العظم، لأن الساركوما العضلية المخططة تنتقل في بعض الحالات
إلى نقي العظم. يتم إجراء التقييم الشعاعي بإجراء الصور الشعاعية البسيطة والطبقي المحوري والمرنان ومضان العظام. بعد انتهاء التقييم يتم تصنيف الورم حسب المرحلة، حيث أن لكل ورم 4 مراحل، من 1 وهي أفضلها إلى 4 وهي أسوأها. وجدير بالذكر أنه يتم استخدام الرموز الرومانية للأرقام 1-4 في تسمية هذه المراحل. يتم العلاج بمشاركة العلاج الجراحي والعلاج الكيميائي والعلاج الشعاعي، حيث يعتمد العلاج الجراحي على استئصال الورم بشكل كامل دون ترك أي بقايا، أما العلاج الكيميائي فيعتمد على إعطاء الأدوية الكيميائية التي تقوم بقتل الخلايا السرطانية وتمنعها من النمو والانقسام. ومن أهم الأدوية الكيميائية المستخدمة لعلاج الساركوما العضلية المخططة نذكر الفينكريستين والداكتينومايسين والسيكلوفوسفاميد. أما العلاج الشعاعي فيعتمد على استخدام إشعاعات عالية الطاقة لتدمير الخلايا السرطانية. تتراوح نسبة البقاء لمدة 5 سنوات للأطفال دون سن 14 حوالي 68%، أي أن 68% من الأطفال المشخصين بهذه الساركوما يعيشون فترة تتجاوز 5 سنوات.